النوتيلا اللي مجنناه كلنا. معقوله اكون بدرس ايطالي وبدرس لغه ايطاليه والنوتيلا اصلا ايطاليه وما اقولكمش هي بتتعمل ازاي؟ طريقتها سهله جدا جدا، مكونين فقط بيعملوها، والطعم اصلي وتحفه. انا شخصيا كنت دايما بشتريها، بس بعد ما عملتها هو حرفيا نفس الطعم ويكاد يكون افضل، لان انت عارفه انت عاملاها ازاي وعامله مكوناتها من ايه. بلس بقى ان انا هعمل لكم احلى مشروب ميلك شيك او هوت شوكليت على حسب انتوا هتعملوه ازاي او هتستخدموا الحاجات دي ازاي. تابعوا الفيديو للاخر يا جماعه، تحفه جدا وممتع جدا جدا جدا. مكونين ابسط ما يكون. اول حاجه هو البندق، ممكن نشتريه متحمص جاهز او ممكن احنا نحمصه في طاسه لمده دقيقتين على نار متوسطه، ونستنى لحد ما يبقى لونه ذهبي كده، ونستنى لحد ما يبرد ونفركه بقماشه، يعني نحطه جوه قماشه ونفركه. هنلاقي ان القشره بتاعته بتطلع عادي جدا جدا، وبقى كده اول مكون عندنا جاهز. انا اشتريته تقريبا ب 30 جنيه، يعني ممكن تشتروا كمان كميه اقل لان كميه البندق بتبقى نفس كميه الشوكليت. تاني مكون معانا هو الشوكليت شيبس، نفس كميه البندق بالظبط. بتروح عند العطار تقول له عايزه شوكليت شيبس او عايزه قطع شوكولاته، او خدوها سكرين شوت ووريها له، او اشتري اي شوكولاته بتحبيها وسعرها مناسب ليكي. اول حاجه بحط البندق في الخلاط وابتدي ان انا اضربه بالخلاط، يتضرب شويه طبعا على حسب قوه الخلاط يعني، فبجيب معلقه وببتدي ان انا انزل الزيادات وانزلها تحت عشان تضرب كويس، وافضل هكذا. ممكن اضيف زيت لو الخلاط مش قوي، يعني مش بيقدر يضرب من غير زيت، فانا الخلاط بتاعي مش قوي فبضيف زيت عشان اساعد على الضرب لحد ما بتبقى بالقوام الكريمي. وممكن على فكره ما خلاش قوام كريمي على حسب الاختيار بتاعي انا، علشان في ناس كتير بتحب النوتيلا قوام كريمي شبه الاصليه، وفي ناس تانية بتحب فيها قطع بندق كده تاكلها وانت بتحطها في الساندويتش، فعلى حسب الاختيار بتاعك. بعد ما بوصل للقوام المناسب بحط الشوكليت وبضرب في الخلاط. بصوا بقى هتلاقوا امتزاجات كده فظيعه، المنظر تحفه حرفيا. بتفضل تمتزج 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 لحد ما توصل للنوتيلا اللي احنا شايفينها دي، حاجه واو بطريقه مش طبيعيه، وطعمها يا جماعه فظيع بجد. فكرة لو ركزتم هتلاقوا قطعه بندق صغيره كده موجوده جواها، فعلا طعمها تحفه جدا. طبعا بيتبقى في الخلاط مش هرميه، هعمل احلى ميلك شيك او هعمل احلى هوت شوكليت على حسب اختياري. لو انا عايزه اعمل ميلك شيك بحط لبن سائع جدا جدا جدا، وبضيف مكعبات تلج زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. بجد بيبقى ممتع وحاجه فريش جدا في الصيف وترطب على القلب كده. انما لو انا حابه ان انا اعمل الهوت شوكليت بضيف لبن سخن في الخلاط، او بضيف مية سخنة على حسب اللي انا عايزاه، وبعد كده بضيف اللبن في الاخر. كده نكون خلصنا وصفة النهاردة. لو عجبتك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكنا نفسي عارف تعمل نوتيلا في البيت، وكمان تعمل ميلك شيك او هوت شوكليت تحفة. وما تنسيش كمان تعملي سبسكرايب في الشانل، هسيبلك في الديسكريبشن بوكس كده بلاي ليست فيها كل الاكلات الحلوة اللي انا عملتها معاكم في الشانل، سواء بقى اكل ايطالي بيرفكت اصلي او اكل عالمي هيعجبكم جدا. يلا مع السلامة.